أغراضيوس. أقول على أن الفكرة الأساسية واللي خصنا نفهموها جميعا هي على أن التوظيف الجهوي مع الأكاديميات هو خيار استراتيجي، وهذا الخيار لن يقتصر فقط على المنظومة التعليمية، ولكنه قد يعني يستعمل في مجالات أخرى ويستعمل أيضا في مجالات أخرى. إذن لماذا أقول هذا؟ لأن لكي نعرف على أن الوزارة استجابت لجميع تقريبا لجميع المطالب ديال اطر الاكاديميه، من بينها كما قلت على ان كاين مراجعه بعض المواد. اذا مثلا نقولوا على ان بما انهم يعني يشعرون او تمت ملاحظه على ان العقد قد ينظر اليه على انه بحال الى تمييز ولا بحال الى انه يعتبرون من اساتذه من الدرجه الثانيه، اذا راه يعني في العقد تم التنازل او التراجع نهائيا عن كلمه العقد ويصبحون موظفي الاكاديميات، ما كنقولوش متعاقدين، كنقولوا موظفي الاكاديميات. اذا هذا تغيير. كذلك من بين المكاسب اللي كاينه فيها من نقط، مثلا يعني كتعطى عندهم الحق يعني في مزاولة أنشطة، يعني ما كاينش مشكل إذا كان هذا إطار الأكاديمية يعني كيبغي يدير دراسات، يبغي يدير استشارات، يبغي غير المهم على أن غير ما تكونش يعني مشاريع مدرة للدخل، وهذا ينطبق على الموظفين ديال الوظيفة العمومية كاملين. إذا كاينة الترقية، إذا الترقية أيضا كتكفل له بحاله بحال الأساتذة ديال الوظيفة العمومية. كان يعني مثلا كاين مشكل ديال التقاعد، وكاين أيضا حالة العجز. إذا في هذه الحالات هذو ما يتمتع به الموظف في الوظيفة العمومية نفسها اللي كيتوفر عليها هذا الإطار الأكاديمية. من الأشياء الجديدة التي أضيفت إلى هذا النظام الأساسي هي الحق ديال هذا الإطار في أنه يعني يجتاز مجموعة من المباريات، مثلا مباريات التفتيش، مثلا مباريات التخطيط، مباريات التوجيه، مثلا مباريات الإدارة التربوية، وعنده الحق في التقدم لتحمل المسؤولية، يعني رئيس مصلحة أو مدير إقليمي، أو يعني جميع الأبواب مفتوحة له حتى لا يظن وحتى لا يشعر على أنه يعني أستاذ من الدرجة الثانية. إذا هذا كامل يعني مكتسبات اللي حقها هذه الأطر الأكاديمية. وكاين كاع فقرات مثلا اللي كانت كتشير إلى واحد إلى مثلا طريقة الناس اللي عندهم عجز صحي، يعني كان مثلا كان على أنه الآن أعطيت له الحقوق اللي عند الأستاذ في الوظيفة العمومية. إذا اللي نبغي نقولوه ونعاودوه واللي خاصو يسمعوه الآباء والأمهات والتلاميذ والصحافة وجميع كل شيء، على أن راه لا فرق بين الأستاذ يعني الذي تم توظيفه في إطار الوظيفة العمومية سابقا، وبين الأستاذ اللي دابا موظف على صعيد الأكاديمية جهويا. علاش؟ لأن هناك الكثير من الإيجابيات لهذا التوظيف في الجهوي. مثلا أولا كتعطى الأسبقية المطلقة للناس ديال الجهة، وحنا نتكلموا مثلا على الجهة ديال الداخلة والذهب. إذا منين كنكون عندنا الأغلبية الساحقة ديال الناس ديال الجهة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك على أننا ما عندنا ما يعرف به أهل مكة أدرى بشعابها. حنا جهة من الجهات المغربية
الغالية، ونعرف على أن المغرب يتميز بخصوصياته الثقافية، وعلى أنه على شكل موزايك من 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 الثقافات، وهذه هي اللي كتعطيه الغنى، وهي اللي أيضا يعني يعني تجعل المغرب متميز في المجال الثقافي. إذا بما وخاصة أن الدستور ديال 2011 يعني دستر ونص على مجموعة من الثقافات، طبعا الأمازيغية وطبعا الحسانية وغيرها من الثقافات. إذا هذه الحسانية هذه، إذا إلا كانوا الناس ديالنا اللي في الجهة يعني الناس ديال الجهة وأبناء الجهة وبنات الجهة، معنى ذلك على أنهم هما اللي يمكن منين كان ديروا مثلا الحياة المدرسية، كان يعني هناك مشروع باش يدخلوا هذوك الخصوصيات الثقافية كما كيقول مثال بنسبة 30% جهويا بنسبة 15% إقليميا. إذا هذه هي الفرصة وهذه هما الآليات اللي يمكن ينجحوا لنا هذا المشروع ديال الثقافة الحسانية في المناهج التربوية، وخاصة ما تزخر به هذه الثقافة من قيم اللي كتدل على يعني التسامح، تدل على المواطنة، كتدل على الخير، كتدل على العطاء، تدل على احترام الجار واحترام الكبير واحترام الصغير. إذا هذا كامل، وطلب العلم وغيرها. إذا هذا كامل من 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 إيجابيات هذا التوظيف على الصعيد الجهوي. كذلك التوظيف على الصعيد الجهوي كيجعل كل جهة كتعرف يعني طبعا هي اللي عارفة خصوص يعني الحاجيات ديالها. إذا من بعد الحركات الانتقالية اللي ربما دابا مع التوظيف الجهوي غتنقص، لأن كاين لأن المشكل شنو كان، لم يكن هناك استقرار لأطر التدريس. علاش؟ لأن أي واحد جاء من أي منطقة طبعا يفكروا على أنه النهار اللي كيتصلوا الحق في, في, في الانتقال كيهم الانتقال وكيمشي له. وطبعا هذا طلب يعني منطقي وإنساني، لأنه كيرجع إلى بلاده لأهله لأحبابه لغير ذلك. إذن هذا التوظيف الجهوي بما أن الناس ديال الجهة، إذن هنا كان ضمن الاستقرار ديال هاد الناس، وما كتبقاش الجهة على مجرد منطقة عبور يجي حتى يتكون حتى يفهم حتى يعرف، وبعد ذلك نكون احنا وجدناه. طبعا المغرب كامل كيستفد منه ماشي مشكل، ولكن الجهة كتبقى منطقة عبور. إذا كيخصنا دائما نعود نفس الشيء. الآن الحمد لله أي تكوين درنا، سواء تكوين مستمر سواء تكوين في مجالات في أي مجال، استفدوا منه هذا الأطر، يعني راه غادي يستثمروه وغادي يخدموه للناس ديال الجهة. وخاصة على أن هذه الأفواج اللي فاتت يعني أعطونا أدلة كبيرة على الحماس ديالهم لهذه الثقافة الحسانية، وداروا أنشطة كبيرة، والآن حاليا راهم منخرطين في المؤسسات في الحياة المدرسية، ويعني وعلى أحسن ما يرام. إذا هذه من إيجابيات هذا التوظيف الجهوي مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. إذا أقول على أن كنشكركم بعد على هذا السؤال، لأن بالفعل هو من بين يعني المشاكل ولا الإشاعات ولا المغالطات الكبرى اللي كيمشي تحيتها مجموعة من 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 الآباء والأمهات والتلاميذ. حنا كنقولوا على أن ما يمكنش، لأن حنا إلا قلنا التوظيف عن الجهوي، أراه توظيف الجهوي في أكاديمية، والأكاديمية هي مؤسسة عمومية، معنى ذلك على أنها تابعة للدولة، وعلى أن الدولة ما يمكنش تتخلى، يعني الناس ديال الوظيفة العمومية راه بحالهم بحال الناس الموظفين في إطار في, في, في الإطار الجهوي، نفس الشيء. بدليل يعني كما جاء في واحد التصريح ديال الوزارة على أن في الميزانية ديال 2019 راه رصد للتعليم أكثر من 50 مليار
ديال 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 يعني كميزانيه، وكل اكاديميه كتوصل سنويا بالميزانيه ديالها، سواء ميزانيه ديال مشاريع اخرى، سواء بالميزانيه الخاصه بالمستحقات ديال اطر الاكاديميه. انا كنشوف على ان هذه مغالطه كبيره جدا يركب عليها الناس اللي ما جابرين شي سبه، اللي ما جابرين شي تعليل، يعني بما ان الحقوق كلها تطات يجب باش يتشبثوا بشي حاجه ويغلطوا بها الناس، وبالفعل كيغلطوا بها الناس، لان كيجوا تلاميذ لعند الاباء ديالهم بكل براءه وكيسولهم واش امي ولا يبا واش بصح المؤسسه غتباع، واش بصح غادي نولوا نخلصوا يعني اللي ما عندوش باش يخلص مثلا يقرا. وهذا الشيء غير معقول. علاش اصلا دابا الوزاره هذا العدد اللي دارت الى حد الان 70,000 ديال الاطر الاكاديميه، علاش دارتها الوزاره لو كانت ما كتهتمش بالمؤسسه العموميه؟ اذا دارتها لعده اسباب. اولا واحد المجموعه ديال الناس اللي وصلهم التقاعد، مجموعه من الناس داروا التقاعد النسبي، مجموعه من الناس داروا المغادره الطوعيه، مجموعه من الناس كاع توفوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، شي وحدين عندهم امراض. اذا اللي حل هذا المشكل هذا يعني بادرت الوزاره الحل، يعني كان يكتسي واحد النوع ديال السرعه، لان لو كانت تسنات باش يدخلوا في الوظيفه العموميه وفي القوانين ديال كل الماليه، راه ما غاديش تقدر توظف هذا العدد الكبير اللي هو 70,000، هو اللي بالفعل ساعد يعني كثيرا في فك الاكتظاظ اللي هو من المشاكل اللي كتعرقل يعني الجوده. اذا نقول على ان هذه مغالطه كبيره جدا، وبالفعل ملي كيسمعوها التلاميذ وكيسمعوها الاباء يعني كيخافوا طبعا الله يكون في العوان. كاين مثلا واحد المغالطه يعني اختها يعني ومعاها اللي كيقولوا على ان هذا بالفعل راه سيدعو وسيؤدي الى خوصصه التعليم، وعلى ان تكون المؤسسات العموميه يعني تباع للخواص. ما يمكنش نشوفوا غير الوزاره كما قلنا هذا العام شنو صدات للتعليم وشنو ترصد هذه السنوات الماضيه من اجل تاهيل المؤسسات التعليميه، ثم معنا في الداخله وكتشوفوا يعني التغيرات اللي طرات على المؤسسات التعليميه، وحاولنا الى درجنا على ان احيانا يعني ملي كيشوف شي واحد المؤسسه ما كيقدرش يفرق واش هي عموميه ولا خصوصيه، نظرا لاننا بناء على التعليمات ديال الوزاره بناء يعني على التوجيهات الملكيه الساميه، اذا ضخت يعني الاكاديميات ميزانيات كبيره ولا تزال من اجل تاهيل المؤسسات التعليميه وتحسين جاذبيتها. اذا كانت الوزاره كتسعى هكا باش تثبتوا، واذا كانت ايضا في تجديد المناهج مراجعه البرامج والمناهج يعني وتكثيف الحياه المدرسيه ومجموعه من المشاريع اللي كتتماشى مع الرؤيه الاستراتيجيه، ذاك الشيء اللي جا في الرؤيه الاستراتيجيه ناخذ منه مثلا غير تعميم التعليم الاولي. اذا الرؤيه الاستراتيجيه قالت يعني، وطبعا الرؤيه الاستراتيجيه جاءت بناء على تعليمات الملكيه الساميه، وكنعرفوا على ان جلاله الملك كيعطي واحد الاهميه كبيره للتعليم الاولي، وعلى ان الرهان ديال الاكاديميات الوزاره كامله والاكاديميات على انها دير تعميم وتطوير التعليم الاولي. اذا كانت الوزاره ذات الافق ديال 2027 على انها غتقد تعمو، حنا في الاكاديميه نظر لان الحمد لله عندنا الانخراط ديال المبادره وديال المجالس المنتخبه وديال المجتمع المدني، حنا ان شاء الله مقررين باش نديروا باش نكملوا التعميم ديالو والتطوير ديالو ونطوروه ان شاء الله، وغادي تشوفوا في المؤسسه التعليم الاولي غتشوفوا يعني المجهودات اللي كتبذلها الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين والمديريات الاقليميه للتطوير. اذا كاين التعميم والتطوير، اذا هادو مشاريع علاش كنعموا؟ لان اتضح على ان التعليم الاولي هو اساس ولا بد باش يدوز منه الطفل والتلميذ والتلميذه باش نعطوه واحد الساس يعني واحد ونعدوه بعدا نفسيا واجتماعيا وحركيا وذهنيا، نعدوه باش يدخل التعليم الابتدائي وباش ان شاء الله يكون المسار ديالو ناجح في التعليم كامل. اذا معنى ذلك على ان هذه مغالطه. واتسنى ونقول لك ما حاجه مهمه، شكون اللي كيساعد على الخصصه؟ استاذ شكون اللي كيساعد على خصصه التعليم؟ انا كنقول لكم انتم كاملين واي واحد كيسمعني دريك، واش اللي شاف هذه الاضرابات الغير معقوله
واللي اول ضحيه ديالها التلميذ في التعليم العمومي. كتظنوا انك غادي يكون شي واحد عنده الامكانيه باش يدي ولدو التعليم الخصوصي ما يديش ضريك. اذا شكون اللي كيساعد على خصوصيه التعليم؟ راه هاد المشاكل اللي كيديروا في التعليم العمومي هي من بين، ما كنقولش هي السبب، من بين الاسباب اللي كتجعل اي اب ولا اي ام يقول بالناقص على حساب وعلى حساب الميزانيه ديالو يدي وليدو التعليم الخصوصي. والاغرب من ذلك على ان في التعليم الخصوصي غادي يجبر شي وحدين من ديالنا ديال التعليم العمومي منضبطين كيجيو في الوقت كيعطوا نتائج احسن في التعليم الخصوصي، رغم انهم طبعا غالبا طبعا كتكون عندهم يعني ترخيص من الأكاديمية باحترام ذاك الغلاف الزمني ديالهم وذاك الشيء. إذا ملي كتبقى في العمومي يعني الشكل ها هو الإضرابات هذا الشيء. وطبعا بما أن الدراري قد يهربوا من العمومي ويمشوا للخصوصي كيبقى دائما عاوتاني عنده متنفس، ها هو يعني ضامن ذاك الشيء اللي في وزارة التربية الوطنية، ولكن كيمشي أيضا التعليم الخصوصي وكيعمل وينضبط أكثر من انضباطه مع الوزارة. يعني الاسئله ديالكم راهي مهمه كامله. اللي بغيت نقول يعني سؤال في محله على ان طبعا هاد الاجراءات كامله اللي اتخذتها الوزاره تجاه يعني هي ايجابيه جدا تجاه هذا الاستاذ اطار الاكاديميه، ولكن كيبقى لنا المشكل ديال هذه المده اللي كيعاني منها التلميذ وهذا الزمن المدرسي ديالو اللي لم يحترم. واذا انا نقول نجيب على صعيد الجهه تم الاجتماع مع فدرات جمعيه الاباء اللي طبعا حتى هي يعني كان يعني 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 متضرره ومستاء جدا من هذا التوقف عن دراسة التلميذات والتلاميذ، ودرنا معهم اجتماع على أساس أنهم غادي يشوفوا كيفاش غنحلوا هذه المشاكل. ولكن درنا اجتماعات تقنية مع الناس المسؤولين ديالنا ديال الأكاديمية، يعني خاصة المديرين الإقليميين والناس ديال التخطيط سواء في الأكاديمية ولا في المديريات، الناس ديال الموارد البشرية، وفكرنا في مجموعة من الحلول. هذه الحلول هذه طبعا حنا يعني الآن يعني المديرية الإقليمية هي الآن المدير الإقليمي ديال الواد الذهب وكذلك المدير الإقليمي ديال أوصل يعني في اتصال وتنسيق مع المؤسسات. سنلجأ لمجموعة من الحلول. أول هذه الحلول قد يعني نفكر مثلا في البنية التربوية، قد نفكر مثلا في ولكن هادشي كامل اللي غنديروه ما يمكنش نديروه كإدارة وحدنا إلا باستشارة السادة المفتشين. إذا هذوك الإجراءات إن شاء الله راه بالفعل حتى الاجتماع اللي كان معنا عندنا مع السيد الوالي بالأمس واللي حضروا جمعية الآباء، السيد الوالي بنفسه والسيد العام ديال الأستاذ اللي كان حاضر كيأكدوا على ضرورة يعني المرور فورا الى تطبيق هذوك الحلول ولا ما يسمى كنسموه البلون بي لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصه التلاميذ اللي عندهم المستويات الاشهاديه، وخاصه التلاميذ يعني المواد الاساسيه في البرامج ديالهم. اذا هذه حلول رانا مكبين عليها، وراه المديرين دابا كينسقوا مع المؤسسات مؤسسه بمؤسسه شحال خاصه. انما كاين واحد الحاجه اخرى هي على اننا يعني بالنسبه للجهه كنلاحظوا على ان يعني الاغلبيه الساحقه ديال ولا اقليه قليله من الاقسام الاشهاديه بحال السادس بحال الثالث اعدادي بحال الاولى بكالوريا الثانيه بكالوريا ما كايناش عند هاد الاطر الاكاديميه. اذا هذا يعني هذا كيطمئن. طبعا كاين شي مؤسسات اللي لا مفر من ذلك فيهم، ولكن النسبه ديالهم قليله. اذا هاد النسبه هذه كتجعلنا يعني اولا كنطمئنوا شيئا ما على الاقسام الاشهاديه، ولكن الاقسام الاخرى يعني كنهتم بزاف بالمواد الاساسيه اللي هي العربيه والفرنسيه والرياضيات.
كما قلت في البداية على أن النظام الأول اللي تم مرضعته لم يكن ينص على الحق ديالهم في اجتياز مجموعة من المباريات كاع غير ديال التعليم، مثلا ديال المفتشين، ديال أطر التوجيه، ديال أطر التخطيط، ديال الأطر الإدارة التربوية. هذا الشيء كلشي نزاد، وكذلك حتى التقدم الى تحمل المسؤوليه كرئيس مصلحه، كمدير اقليمي، كرئيس قسم وغير ذلك. اذا هذه ما كانتش اندارت. المشكل اللي طرا لنا في الطلبات اللي جاونا هذه السنه هذه على انهم باغيين يدوزوا امتحانات يعني الوظيفه العموميه في قطاعات اخرى، المشكل الاساسي اللي تم رفض الطلب ديالهم هو انه كان يشترط عليهم على انه اللي بغى يمرق في نهايه السنه، ماشي يمرق في بدايه في وسط السنه، ويعني يخلي الاداره الامكانيه باش تقلب على الحل. هذا هو الاول. وثانيا كان يعني باقي ما ترسموش عندنا والو، ولكن السبب الاساسي علاش ما سميتو هو انه اي واحد غادي يطلب يخرج خصو من الشرط ان يكمل الموسم الدراسي، لان باش ما يخليكش في وسط الموسم الدراسي وما عندكش باش تحل المشكل. هذه هي من بين التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي. علاش؟ لأن يعني الوزارة استجابت لنبض الشارع، لنبض داك الشيء اللي كيقول هذا الأستاذ الإطار الأكاديمية، يعني كل داك الشيء اللي لاحظ، لأن يعني تمت الاستجابة إليه طبعا بطريقة معقولة. بالفعل لقوا على أن من حقه يترقى، إلا بغينا هو يكون مطمئن ومرتاح خاصه يكون عنده نفس الحقوق اللي عند الآخر. أنا كنقول لك مثلا هنا عندنا يستفيدون من التعويضات ديال الصحراء. هنا يعني الصالير ديال الاستاذ اللي عندنا في الداخله يعني 6114 درهم فاصل 96، في حين على ان في المناطق اخرى يعني يلا 5000 درهم ما عادش شحال زايد عليها. اذا هذا يعني كيبين على ان اول حق عنده بعد راه استفاد منه من البدايه، وهو الفرق بين التعويضات يعني الاستفاده من تعويضات المنطقه. اذا ما كاين حتى شي فرق، راه العكس كما قلت من البدايه، راه الوزاره وطبعا باسم الحكومه وغيرها استجابت لجميع ذوك الملاحظات اللي كانوا. دابا اللي بقى كيروج في الشارع بعض الاشياء المغالطات، مثلا خصصت التعليم، واش عباد الله الوزاره ضخت يعني ملايير الدراهم باش توظف ويقول لك خصص التعليم؟ لو كانت بغات تخصص ما تدخلش وتخلي الاكتظاظ وتخلي مشاكل وكل واحد يقلب على 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 الابناء ديالو. اذا ايضا هذاك السؤال اللي طرحته قبيله على ان ستعجز الاكاديميه، وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: ولك الساعه التي انت فيها. شتي قوانين الحياه دريك، قوانين كامل كيقول لك شوف الان لو بوفار ديال الان، دو باور اوف ذا ناو، يعني الان ما تتكلمش على الماضي اللي فات والمستقبل اللي ما شفتو، تكلم لي على الان. اش عندك؟ كل شيء الظروف عندك والحقوق عندك، واذا بانت شي حاجه مع الوقت راه ايضا تعدل مع الوقت. وهذا النظام الاساسي ممكن يتعدل يعني مع، لان حتى النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه راه 1958 مليون، وكل مره الى بانت الحاجه سميتو. اذا هذا ماشي في جي، ماشي شي حاجه منزله، اذا غادي يبقى يتعدل مع الايام. ولكن دريك بعد داك الشيء اللي الان مطروح الان والمشاكل اللي يعبر عنها الان كلها تم الاستجابه اليها، الا وحده هي كيقول لك الادماج الوظيفه العموميه. وحنا كنقولوا على ان التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي ديال الحكومه. انت اش بغيت؟ نفس الحقوق اللي عندك هون عندك هون، اذا شنو علاش كتقلب بزاف؟ اذا وهنا كنشوفوا بانهم ولاو كيركبوا على اشياء اخرى اللي ماشي معقوله.
على ان التوظيف الجوي كيعطي فرص لابناء الجهه. علاش؟ حنا نشوفوا غير الاقسام التحضيريه. الاقسام التحضيريه يعني دابا هذه السنه الثالثه باش ولاو فيها غير التلاميذ ديال الداخله. علاش؟ لان كانوا كيجيونا التلاميذ من الجهات الجانب الاخرى، العيون منهم عيون السماره طرفي وداك الشيء، وكانت الاغلبيه يعني يلا كيبقاو لنا مجموعه قليله من المناصب. لان علاش؟ لان كيرتبوا حسب المعدلات. هنا كنقول مثلا يقدر يقول شي واحد اذا ولادكم ضعاف. احنا الاشكاليه ديال التلاميذ ديالنا على ان ما كاينش دابا مناطق اخرى كيكون مراكز ولا جمعيات ولا شي حاجه اللي كدير الدعم وكتهيئ التلاميذ يعني نفسيا وتقوي القدرات ديالو الخطاب، وحنا ما عندناش هذا الشيء. هذا اذا منين دابا التوظيف الجهوي ما غاديش يحرم كما قلنا، لان اذا كان وطني راه غادي يكون، لان الظروف غير متكافئه. اذا لذلك ملي كيكون جهوي بعدا كيكون غير الناس ديال الجهه بيناتهم، احسن واحد كنشدو احسن من تقدم في الجهه. اذا هذا لصالح الناس ديال الجهه، لانهم كيعرفوا بانهم كيتقدموا مجموعه من 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 المباريات، ولكن غالبا كيكون النسبه اللي كتشد قليله. اذا لذلك فهذا لصالح الناس ديال الجهه، وكيوظف الناس ديال الجهه، وكيتصل بطاله، وكيقصر من المواطنين والساكنه. نشكروا هاد وسائل الاعلام الحاضره معنا، وكنبغوهم يكونوا رسل يوصلوا رسائل يعني صادقه من الاكاديميه، وطبعا الاكاديميه اللي كتمثل وزاره التربيه الوطنيه، واللي كتمثل الوزاره الوطنيه اللي طبعا كتمثل الحكومه كامله. اللي نبغي نقول وناكد على ان هاد يعني اطر الاكاديميه بهذا النظام الاساسي وهذه الدورات الاستثنائيه اللي جعلتها النظام الاساسي يدخل حيز التنفيذ، يعني هاد التعديلات كامل اللي داروا معاه هي يعني استجابه لمطالبهم. اذا كل المطالب اللي كانت عندهم كاينه تمت الاستجابه اليها. اذا كنقول للاباء والامهات ولهم كاملين على ان يعني اذا كان الانسان عنده ذره يعني ذره واحده من الوطنيه خاصو يعرف. على احنا ما نقولوش ما يطالبوش بمطالب لا بغاو، غير داك الشيء اللي طلبوا راه ندار. اذا لذلك انا كنقول على ان كيخصهم يعني احتراما لغير داك الشيء اللي قالوا واللي ندار، على انهم يرجعوا يقروا الوليدات ويرجعوا ماشي غير يقروا، يعوضوهم هاد 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 الشيء اللي هاد الحصص اللي تخطاوا. وكنتمنى من الاباء يكونوا يقظين مع اولادهم، كل واحد مع ولده ومنته غادي يجيب مغالطات مخلوع خاص يفهموا على ان الدوله هذاك راه ولد الدوله، وعلى ان الدوله يعني مهتمه جدا بمصيرها، وعلى ان الدوله كتعتبر كما كيعتبروهما على ان هذه الاجيال هي العماد. وكما كيقول جلاله الملك هو قال على ان التعليم استثمار في الراس مال البشري. اذا هذا الراس مال البشري ما خصناش نحطمو، خصنا نستثمروا فيه، خصنا نقووه، خصنا يمشي كما قلنا من التعليم الاولي وقبل التعليم الاولي ومسالك التعليم كامله، كل هيدير الواجب ديالو باش نوجدوا هذا الجيل، باش ما نضيعوش هذا الجيل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.